مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من شباب على الهواء. في كل حلقه من حلقاتنا بنستعرض مع حضراتكم النماذج الايجابيه الشبابيه اللي موجوده داخل المجتمع الشبابي. رمضان ليه طقوس معينه وليه تفاصيل صغيره هي اللي بتخلي الشكل مختلف عن اي شهر في العام، طبعا غير الاعمال الدينيه، غير الصوم والقيام والاكلات والحاجات والمظاهر الخاصه بالعالم الإسلامي. وبنتكلم عن المظاهر الخاصة بمصر والمجتمع المصري. حلقتنا النهاردة هتتكلم عن حاجة جدا مميزة في شهر رمضان، وهو الفانوس الرمضاني، وده هيكون من خلال أحد النماذج الشبابية اللي هتعرفنا إزاي إن هي بدأت صناعة الفوانيس الرمضانية، الخامات اللي بتشتغل عليها، الخبرات اللي اكتسبتها من مزاولتها لهذه المهنة، وهنتكلم بالتفصيل عن بدايتها وطموحها في المستقبل في سياق فقرتنا الحوارية. زي ما تعودنا دايما بيكون معانا مجموعة من الأخبار بنستعرض فيها الأخبار الخاصة بالمجتمع المصري، بقى ليها فقرة خليك إيجابي، واللي بنستعرض فيها الصورة الإيجابية الخاصة بمجتمعنا واللي بنتمنى طبعا إن هي تزيد في مجتمعنا. وده كان استعراض سريع لفقرات حلقة اليوم من شباب على الهواء. نخرج لفاصل، بعد الفاصل نستقبل الأخبار. بجد التحية لحضراتكم مرة تانية، وخلينا نشوف فقرة الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة. ومعانا الخبر بيقول القوى العاملة بتعلن تعيين 603 شاب وإصدار 1824 شهادة مزاولة مهنة ببور سعيد. أعلن محمد صعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بور سعيد بتعيين 603 شاب، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل، منهم 33 من ذوي القدرات. تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1043 شاب، منهم 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن استخراج 1824 شهادة قياس مستوى للمهارة وكرنيه مزاولة الحرفة. وده كان الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة. خلينا نخرج لتقرير عن فانوس رمضان، صناعة لها تاريخ. نشوف التقرير ونرجع نستقبل فقرة خليك إيجابي. خليكم معنا. انا بقالي اكتر من 17 سنه شغال في حاجات راس السنه والكريسماس. السنه دي احنا قلنا نعمل شجر الكريسماس كبيره راس السنه، قلنا زي ما عملنا شجر الكريسماس كبيره لازم نعمل اكبر فانوس كبير في مصر او في الوطن العربي 15 متر. فشباب كتير خدنا فيه اكتر من شهر شغالين، والشباب كانت شغاله معانا، فضلنا حوالي 35 يوم نعمل الفانوس ده، خد مننا مجهود رهيب. وبعد كده قعدنا نفصل فوانيس صغيره زي ما حضرتك شايفه كده، احنا فرشين فوانيس السنه دي. وطبعا زي ما حضرتك عارفه ان الفوانيس دي فيها قماش وخياميه، وفيها الفوانيس الصاج بالازاز، وفيها الفوانيس الليزر الخشب، في فوانيس اللعب اللي بتقول واحه ويا واحه، وفي بوجي وطمطم وشكشك. كل ده تصنيع مصري، كل ده عندنا ورش وبنجهزه وبنصنعه، عندنا شباب شغاله. احنا بقى لنا اكتر من 35 يوم بنجهز وشغالين. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده علينا كلنا يا رب، وان شاء الله السنه دي تكون احسن من السنه اللي فاتت ونعوض كل اللي فاتنا فيها. بخصوص الشغل بتاعنا، احنا طبعا في جزء مصري احنا بنتعامل فيه مع ورش بتصنعه لنا، بيبقى في جزء مستورد ده بيجي من بره، متابعين اول باول الاشكال الجديده اللي بتنزل كل سنه. جبناها، مش هنقول كلها بس جبنا معظمها. الحمد لله ربنا موفقنا في الموسم جدا 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 جدا. احنا اي حاجه صنعناها او صممناها مصريه 100%. شغلنا كل اللي احنا صنعناه وصممناه بايدينا مصري 100%. الفانوس ده حضرتك من الالف للياء مصري، واحنا اللي منفذينه بايدينا خطوه خطوه من الالف للياء. حاجات الخشب بالذات في حاجات كتير منها احنا اللي بنصممها، الورش بتنفذها زي ما احنا عايزين، والحمد لله طلع الشكل بتاعها فوق الممتاز، يعني نقدر نقول ضربنا بيه الحاجات المستورده. ده في الخشب. الصاج ليه الورش المختصه بتاعته،
اللي شغال فيها اكتر الحاجات اللي هي القديمه اللي هي الشمعه، دي حاجات ثابته، دي الورش هي اللي بتصنعها. ندى شغاله هنا على الفرش بقالي حوالي مثلا شهر، عشان الموسم فتح لي شغل ان انا اشتغل، والناس بتجينا من كل حته، محافظات كتير، وبياخدوا رايي، بختار لهم كل حاجه. في ناس بتحب الصاج القديمه ابو شمعه، وفي ناس بتحب الحاجات الجديده، وفي ناس بتيجي تعمل بوكسات لخطيبها او لخطيبته وبختار معاهم وبنقلهم. شغل رمضان حلو جدا اصلا. بجد تحية لحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح لفقرتنا الإيجابية واللي هتكلم صورتنا النهاردة عن حملة تطوعية بمدينة العاشر من رمضان للكشف عن المرضى. تفاصيل الصورة الإيجابية اللي موجودة معانا النهاردة، شارك شعبان حسني أحد المتطوعين بالحملات الطبية بالعاشر من رمضان عددا من الصور لحملة تطوعية نظمها مجموعة من الشباب وأطباء متطوعين بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، ومن محبي العمل التطوعي والخدمي قافلة طبية موسعة لتوقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة بالمجان. وتم الاستفادة من هذه القافلة أكثر من 500 شخص من أهالي مدينة العاشر منذ أن أطلقت هذه المبادرة. حاجة من الحاجات الأساسية اللي كلمنا عليها دايما، المبادرات والعمل التطوعي جزء كبير جدا من الاندماج داخل المجتمع، والانتماء داخل المجتمع بيتم من خلال العمل التطوعي. احس بمشكلات اللي ممكن تقابلني في مجتمعي، وازاي انا اقدر اتعامل مع هذه المشكلات من خلال المبادرات ومن خلال الاشياء اللي بتتم من خلال الشباب والاعمال التطوعيه. بسد الثغرات اللي موجوده داخل المجتمع، وبحس بالمجتمع، وبحس بقيمتي داخل المجتمع. هي دي الفائده الاساسيه من العمل التطوعي. وخلينا دلوقتي نروح لتقرير عن مظهر من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في شراء الفوانيس. خلينا نروح لهذا التقرير وبعد كده نستقبل فقرتنا الحوارية الأساسية. بس احنا يعني اخترنا كلنا حاجه واحده بصراحه، ف بس يعني كل واحد على حسب ذوقه، بس هي كل الاشكال يعني في اشكال مختلفه. يعني هو كل سنه بيغيروا الاشكال يعني، بس كلها بتبقى حلوه. يعني فوانيس السنه دي شكلها مختلف عن السنه اللي فاتت في الالوان والاشكال، الفوانيس الخشب والحاجات اللي جواها اللي بتنور، فده الذوق ده لينا يعني مناسب لسننا وللاصغر مننا برضو. شايفه ان كل اشكال الفوانيس حلوه كده كده يعني، وهي بتدي طابع بتدي طابع رمضان، وهي اللي بتحلي رمضان. اجواء الفوانيس السنه دي يعني هي مختلفه شويه عن السنه اللي فاتت، وهو اللي عجبني هي الفوانيس الخشب، يعني ما عجبنيش الفوانيس اللي هي عامله زي الحديد او كده، انا عجبتني الفوانيس الخشب. لقيت فيه اشكال كتير مختلفه وحلوه، ويعني المكان فيه فوانيس كتير، وانا كنت نازله النهارده علشان اشتري فوانيس خشب. هي اجواء رمضان السنه دي احلى من السنين اللي فاتت يعني، وفي يعني اشكال كتير جدا من الفوانيس غير السنه اللي فاتت، ويعني الاشكال كتير جدا، وانا مبسوطه برمضان السنه دي. وكل سنه وانتم طيبين. رمضان جميل، والاجواء النهارده السنه دي تختلف عن كل سنه، والناس ما شاء الله في نزول وفي اقبال على شراء الفوانيس رمضان، ورغم ان كل الناس الحمد لله واخده احتزار الكامل عن الكورونا وارتداء الكمامه والكلام دوت، وما شاء الله يعني حاجه جميله وسنه جميله علينا ان شاء الله. رمضان جميل ان شاء الله عليكم وعلينا ان شاء الله. We'll be right back.
بجد تحية لحضراتكم مرة ثانية في استوديو شباب على الهواء، ودخلنا في سياق فقرتنا الحوارية الأساسية نتكلم عن النماذج الشبابية الإيجابية واللي طبعا متعلقة بشهر رمضان، وهنتكلم عن الفوانيس. صراحة بضيفتي الكريمة سارة حسن مصممة مشغولات فنية، برحب بك يا سارة. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب؟ لا أنا عندي صوتنا بقى، احنا صايمين. بس وحضرتك طيب؟ عاملة إيه الأول؟ الحمد لله بخير. طيب سارة، رمضان ليه مظاهر معروفة، يعني قبل دخلة رمضان الناس كلها بتدور على حاجات معينة، سواء كان في الأكل أو في الشرب أو في الاستعداد بقى للصلاة والكلام ده كله، والفوانيس والزينة والحاجات اللي بتحصل، المظاهر والتفاصيل الصغيرة اللي بتميز الشارع المصري. الأول خلينا نتكلم عن رمضان وشهر رمضان معاكي وشغلك. البداية كده أنت بتجهز نفسك لرمضان إزاي، وبعد كده نرجع تاني نشوف البداية بتاعتك كانت أنت. تفضلي. تمام. بشوف مثلا قبل شهر رمضان بشهرين مثلا ببدأ أشتري الخامات وكده، وأشوف مثلا الحاجات الجديدة. طبعا بجدد كل سنة، باخد موديلات مثلا جديدة ما اشتغلتش فيها، بحدث في الألوان وكده. لكن أساس الحاجات اللي أنا ثابتة فيها الجوامع والفوانيس بتاعت البلكونة. دي أساسي، يعني الناس بيبقى عليها قبول شديد جدا. اما بالنسبه لفوانيس الاطفال فانا بغير بقى في ايه، في الاشكال والالوان بس، على حسب بقى الاشكال اللي هم الاطفال. في موديلات بتنزل جديده كل سنه فبحاول ان انا اطور منها. طيب الاكثر بقى، يعني اكثر انتشارا الشغل ده اللي هو اللي فيه شغل كتير وخرز وحاجات من الحاجات دي، ولا الشغل القديم؟ انهي اكتر شايفه ان هو منتشر دلوقتي؟ تمام. والله هو تبقى مثلا حسب اذواق. في ناس مثلا بيحبوا الحاجه اللي فيها الوان كتير، وفي ناس بتحب مثلا الحاجات اللي فيها البساطه. الحاجات القديمه اللي هي الصاج والشمعه والحاجات دي. لا بس الاكتر الايام دي حاليا الكريستال. مثلا على قد ما تدفع فيه فلوس مثلا في حاجه بتبقى سعرها برده غالي مش رخيص، بس بصراحه بتعيش سنين كتير جدا. تمام. وكمان بتتلمع وبتتغسل، ما بيحصلهاش اي حاجه خالص، ما بيتغيرش خالص، هي بتتغسل وما فيهاش اي حاجه خالص. صار بدايتك مع الموضوع ده كانت هوايه، ولا كنت انت داخله عايزه تعملي حاجه شغل يعني لنفسك؟ تمام. هو بصراحه كان وقت فراغ عندي كبير، فكنت بحب اقعد على اليوتيوب وبتفرج على فيديوهات، فكنت كل ما اتفرج على فيديوهات كان نفسي اتعلم منها. فحاولت ان اخد حبه خامات وكده وابدا ان انا اخدها كهويه. حبه بقيت ان انا اخدها كمشروع ليا، وبقيت احب ان انا اوسع مثلا المشروع بتاعي، وحبه خلاص اتعرفت وتعرف الشغل بتاعي، وبمعنى اصح عرفت كل تفاصيله يعني. ما احتملتيش ان انت تقعدي وتستني بقى وظيفه تجيلك والكلام ده كله؟ لا، انت دورتي على نفسك ودورتي على حاجه اللي تقدري تبقي شاطره فيها وتعمليها. بصراحه بحب اعتمد على نفسي، وبحب ان انا مثلا لو حط حاجه في دماغي بحب اوصل لها، خلاص عندي اصرار عليها خلاص. تمام. خدت وقت كتير على ما دخلت في المود كده وبدات تطلعي منتجات ان هي تتباع، ولا ما خدتيش وقت؟ لا هو بصراحه انا بقالي 6 سنين فيها واكتر. بس كبدايه كنت بحب ان انا مثلا اعمل مثلا عينات صغيره واوري الاقارب، مثلا في عليها قبول وكده بزود بقى خلاص. بحس ان انا مثلا المنتج بتاعي حلو ومقبول، لا بزود. مين اللي بيشجعك اكتر في الحاجات بتاعتك؟ بابا. بابا بصراحه هو اللي لما بعمل حاجه وكده هو معظم الوقت بيبقى قاعد معايا بيقول لي لا شغلك حلو في كده، وطوري من نفسك وغيري الالوان، وصراحه بيشجعني وبيديني طاقه ايجابيه كبيره. طيب واحده زيك في العيله بتبقى كنز، وخاصه في المناسبات، عيد رمضان، المناسبات، وخاصه رمضان لو بنتكلم عن الفوانيس والاشكال اللي موجوده قدام. العيله بتبقى منتظره منك هدايا معينه، منتظرين ان ساره تعمل لهم حاجه خاصه برمضان، وكل سنه لازم تكون مختلفه عن السنه اللي قبليها. ايه الحاجه اللي انت عملتيها السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت مثلا للاقارب وللجمهور مثلا اللي بيشتري منك الحاجه؟ المسجد ده خد مني وقت كبير جدا، وحاليا كنت لسه بخلصاه النهارده جاي. النهارده لسه بخلصاه النهارده؟ شغله ده اول عرض ليه. النهارده كان عليه طلب شديد جدا، بس بصراحه كمان رفضت اولدرات بسبب ان هو بياخد وقت. بياخد وقت جامد تقريبا. هو حاليا خد مني اكتر من 7 ايام، لان العينه عامه في اي حاجه بتاخد مني وقت. بس بعد كده خلاص انا حفظت التفاصيل بتاعته والوانه خلاص. وبالنسبه برده الفانوس زي ده خد مني وقت برده، العينه بتاعته كانت كبيره ومقاس 80 سم تقيل، يعني شغله ووزنه 5 كيلو فتقيل عليا. بس كان برضو كبداية كويسة ليا، ومنتج لسه أول مرة أشتغله. كل الخامات دي واحدة؟ يعني كل الخامات واحدة، وكل المقاسات واحدة. لا كل الخامات اللي قدامي في الفوانيس دي واحدة؟ يعني كلها من مادة واحدة؟ سداسي. أكليريك. أكليريك. الأكليريك حلو. حلو، بيتلمع وجميل جدا. ومصري على فكرة مش مستورد. وقوي كمان يعني. لا هو الخيط اللي قوي. يعني ده مثلا مقاس 10، انا بجيب خيط قوي بحيث ان هو يقعد معاك يعني سنين كتير. الخيط ده بيبقى نوعه ايه؟ خيط سناره.
بس ده مقاس 80 كمان يعني جديد جدا على الايد، بس بيطلع لي المنتج شديد يعني يبقى كويس. بس بتتكلمي في 5 كيلو برضو لازم يكون الخيط يكون يستحمل الوزن ده كله ويتغسل ويفضل ان هو مثلا يتعلق في بلكونه او في الشارع، يعني يستحمل الهواء والاتربه ويتغسل ويعيش عامه على مدار السنين. الميزه ان فعلا ده يتغسل ما حدش يخاف، لا هيصدي ولا هيجرى له اي حاجه ولا الكلام. وكمان في لمبه ديسكو بتلف او ممكن احط فيه فرع نور، فده برضو بيبقى متاح وده متاح. اعتقد التطوير هيكون في الالوان والليدات والحاجات اللي بتبقى موجوده. لكن الاشكال الفانوس برضو انت ما بتحاوليش تبعدي عن النمط الموجود عشان برضو ما نخرجش بره الفانوس. لان انا ما بحبش الاشكال اللي هي الالعاب الكرتونيه والشخصيات الكرتونيه تخش الفانوس رمضان. هو شكل الفانوس معروف، فما في اطفال بيحبوا مثلا الحاجات اللي هي الكرتوني شويه. وبصراحه في اطفال بيحبوا لا شكل الفانوس فانوس. لا ده حلو اطفال يعني، الحاجات النماذج الصغيره يعني البينك اللي جنبك ده على طول ده كويس جدا يعني بالنسبه للاطفال حلو جدا. ده كرانيش ده فانوس عواميد، هو اصلا كان كده سوري هو كان كده اصلا، بس انا حاولت ان انا اجدده فاعمله ان هو ايه كرانيش بس، فيدي شكل برضو حلو وكل حاجه، بس هو اساسي نفس الموديل ده. بتبقي رسمه الشكل في دماغك يا ساره قبل ما تدخلي تعملي الحاجه ولا الوضع ازاي؟ هو انا بشتغل يعني مثلا زي مسجد زي ده، اما اجي هعمل عينه تاني انا هحدث منه طبعا. يعني كعينه ليه يعني ازود القاعده ده النموذج الاولي، بعد كده بيزود تفاصيل ايه التفاصيل اللي ممكن تزيد عليه؟ هزود له القاعده عامه، هعملها كبيره وهعملها عريضه وانزل معاها اللون احمر في ابيض، بحيث ان تكون القاعده عريضه ومديها زي ايه على حاجه واقفه زي ترابيزه مثلا، الستاند بتاعه يبقى اقوى يكون ماسك نفسه اكتر من كده. بس وبالنسبه للمؤذن هعمل له مأذنتين ورا كبار عن كده واطول، يعني واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي، بحيث ان هو يديله شكل اكتر. وانا عامله اخضر من جوه ممكن يتعلق ولا ده يتحط في صاله مثلا؟ لا مستحب مثلا يتحط في انتري او صالون، يتحط على ترابيزه في جنب كده بس. صحيح. ويدخله صب، بس انا شايله الصب. بيدخله صب بيشتغل عن طريق البلوتوث، تشغله مثلا اذان او تحط فيه الصب كارت ميموري او فلاشه، يشتغل عليه قران او اذان. جميل جميل، يعني في تنوع في الحاجات اللي جوه. طب ساره ايه الحاجات اللي بتطلب؟ يعني انت قلت لي قبل شهرين من رمضان ببتدي اشوف الحاجات اللي الناس محتاجاها وبتطلبها مني على السوشيال ميديا وابتدي اشتغل عليها عشان في شهر رمضان اقدر اعمل الاوردرات بتاعتي. تمام. ايه اكتر الحاجات اللي بتطلب منك؟ بصراحه الحاجات الكبيره اللي هي اكتر حاجه بتاخد وقت معايا الاساس يعني. بس اما فوانيس الاطفال دي في رمضان، اللي بيحب يجيب مثلا لاطفاله فوانيس بيجيبها مثلا في رمضان قبل رمضان باسبوع. لكن المجسمات الكبيره هي بتاخد مني وقت. بس الرحله كده قولي لي مثلا لما بتبداي مع فانوس زي الفانوس اللي ورا ده، قلت لي ده 80 سنتي ده 80 سنتي ووزنه 5 كيلو واكتر كمان. بتبداي تعملي ايه يعني اول ما بتبداي تشتغلي بس عشان الناس تاخد فكره؟ اصل الناس ممكن تشوف ان ده خرز وبحطه في خيط وخلاص. اتفضل. تمام. هو انا ببدا الاول من الجوانب، ببدا اعمل الجوانب بتاعته 6 اركان. تمام. وببدا ان انا اشبكه. شبكته ببدا ان انا اعمل القاعده، او ممكن في ناس تانية تعمل القاعده الاول وتبدا تطلع تعمل مش هيفرق انا ابدا بايه، لان هو في الاخر بنشبك الاجزاء في بعضها. تمام كده. بعد ما بتشبك الاجزاء بتبدا ان انت تعمل ايه القبه اللي فوق دي برضو اجزاء وبتشبكها. بس واليد، بس الفكره هنا في الوقت ان هي التشبيك والعواميد دي بس بتاخد وقت، لانك بتعوز ان انت تشد الخيط جامد بحيث ان هي تكون متينه من هنا. لا انا لسه هقول لك ان الشيب نفسه يعني انا ممكن اعمل كل حته لوحدها، ولكن الشيب نفسه هيطلع زي ما هو هيطلع موجود زي الشكل. هو ما دام انت مشيت على الباترون او عامه على الرسمه خلاص. وممكن تفنن كمان فيها. كل ما ايدك بتاخد على الشغل بتفنن. انا ممكن اثبت القاعده اكتر من كده، اديها دورين داخل من جوه بحيث ان هي تكون اجمد من كده، بس السماكه بتاعتها تكون ماسكه نفسها. وممكن اقفل القاعده خالص على حسب. بس وممكن اعمل له كرانيش من هنا بحيث ان انا ازوده كرانيش من فوق عشان يبقى ماشي مثلا الموديل من هنا وهنا يبقى نفس الستايل. لما بتيجي تعملي نموذج من النماذج دي بتطلب منك الالوان ولا انت اللي بتعملي الالوان؟ بصراحه يا معظم الناس بيقولوا لي مثلا حسب ما انت بتعملي، لان هم مثلا بيقولوا لي واثقين في ذوقك. انت في المجال مثلا اكتر مننا، عارفه مثلا الالوان بتكون متناسقه على صفحتك فبيشوفوا الالوان. لكن في ناس مثلا بتقول لي لا احنا عايزين مثلا لون معين، فده بقى حسب الاذواق. تمام تمام. صار طموحك والحاجه اللي انت تحب تعمليها في المستقبل ان شاء الله؟ ان شاء الله هبدا ان انا اعمل معرض بس قدام شويه. مش عايزه افتح معرض ولا اي حاجه دلوقتي خالص، اطور من نفسي اكتر طبعا. أكيد. واكبر شغلي واتمكن منه اكتر من كده، وبعد كده ابدا ان انا اعمل ايه كمشروع ليا. تمام. ساره كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب نورتينا
واسعدتينا بالحاجات اللي انت عملتيها، ونتمنى لك التوفيق طبعا. بشكرك يا سارة. شكرا جدا. دي كانت حلقتنا النهارده، وشفنا فيها نموذج من النماذج الشبابيه الايجابيه اللي كان طموحها ان هي تكون نقطه من النقاط المحركه داخل المجتمع المصري. اتمنى طبعا نشوف شبابنا القادرين طبعا ان هم يقدروا يعملوا حاجات خاصه بيهم ويكونوا من الشباب المحرك في مجتمعنا المصري. دي كانت حلقتنا النهارده، بكره نشوفكم فريق عمل جديد. تحياتي واتحاد فريق العمل، والى اللقاء.